من جانبه أكد الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ أن زيارة الرئيس السيسي علامة مهمة في تاريخ علاقة البلدين اللذين تربطهما علاقات طيبة في المجالات كافة. زيارة الرئيس السيسي علامة مهمة في تاريخ علاقة البلدين. مصر وفيتنام تربطهما علاقات طيبة في المجالات كافة تقوم على المحبة والفخر والاحترام. المباحثات بيننا توصلت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار العلاقات بين البلدين، مما يسهم في الحفاظ على السلام والتطور في المنطقة والعالم. نتمنى ازدهار مصر واستمرار تعزيز العلاقات بين البلدين.